ويس براون، كرة اللعب توصل، الحذر حذر دارين، وين براون؟ وروني الله، كما قلت والله خطير هذا اللاعب، خطير هذا اللاعب الانجليزي صغير السن. شوف كيفية المراوغة وكيفية الفنيات التي يمتلكها هذا اللاعب. وين روني يتقدم ويراوغ ويسدد تسديدة، ولكن استخلاص من الحارس الامريكي تيم هاورد. والله خطير هذا اللاعب. وين روني المهاجم الانجليزي الان، ضرب ركنيه مساحة ايفرتون، ولكن الهدف الاول، الهدف عن طريق هذا اللاعب دينكي فيرجسون يحرز الهدف الثاني لمساحة ايفرتون، وتقليص الفارق ما بين ايفرتون والهدف الثاني لمساحة دينكن. دينكن فيرجسون يحرز الهدف الثاني عن طريق هذا اللاعب ومن ركنية من جارين سميث. اذا ايفرتون هدفين، مانشستر يونايتد بثلاث اهداف، مما يقلص الفارق ويسعد جماهيره على هناك على ملعب جودسون بارك في مدينة ليفربول. يعلن ايفرتون الهدف الثاني عن طريق دينكن فيرجسون مهاجم ايفرتون بالهدف الثاني لمصلحة ايفرتون. اذا التقليص الفارق ما بين ايفرتون ومان يونايتد، ولا يزال مان يونايتد متقدما بثلاث اهداف مقابل هدفين بعد ان كان متقدما بثلاث اهداف مقابل لا شيء. هذا المدرب ديفيد موينز، وهذا على غرار مدرب ارسنال أليكس فيرغسون.